Good. How are you, Turkey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Turkey, do you see? Can you see Turkey? Good. شوف Turkey. One of the things we need to talk about في هاي المرة في عنا هذا التعبير. I think we talked about before. We have there is و there are. عارف وين متى بنستخدمهم وشو الفرق بينهم؟ احنا there is احنا when we have we want to talk about one thing. يوجد معناها اسمتين معناهم يوجد. ولكن yes there are ممكن نتكلم عن plural جمع و there is نتكلم عن singular. بقول فرضا أنا in my car في سيارتي there is a ايش فرضا CD player لأن واحد حطيت أنا there is a CD player. خليني أعمل نفس الجملة بقول in my car there are three mirrors فرضا. بدل في عندي جمع mirrors فعطيت أنا there are three mirrors. ماشي الحال؟ فاليوم إحنا راح يكون هذا جزء من الدرس عن there is و there are وفي أن صموا أني this و that نجيهم إن شاء الله كل واحدة بنجيهم في وقتهم بإذن الله تعالى بإذن الله. شوف لي يا تركي we have those words for starter. في عنا الوردز. انت شايف الماوس صحيح؟ كان السيم الماوس بتتحرك؟ good. so في عنا هاي الكلمات بدنا نوزعها على living room الكيتشن او ممكن تكون في البوث. ايش يعني living room يا تركي؟ مين هي living room بالنسبة لنا احنا؟ الليفينج روم اللي احنا ايش بنسميها؟ غرفة المعيشة. احسنت بارك الله فيك. والصالة بصير الكيتشن طبعا معروف اللي هو المطبخ. and both اذا في اشي بزبط في الثنتين. خلينا في الاول نقرأ الكلمات. اقرأ لي الكلمات. لا الكيتشن، لا الكيتشن المطبخ وليس الحمام. لا both معناها الاثنين معا. both معناها يعني اذا في عنا اشي ينفع يكون في المطبخ وبينفع يكون في الليفينج روم في الصالة بحطه هون. لا both معناها اثنين معا. two معناها both. اوكي معي تركي؟ بدي اياك تركي اقرأ لي الكلمات هيهم اللي عليهم هذا وشوف لي if you understand معانيهم. هاي الكلمات من عند هاي حتى الهاي. شوف لي إذا في كلمة أنت بتعرفش معناها اقرأ ليها لحالك شوف. طيب خليني أنا أحكي لك كلمة بتعرف معناها ولا اكتب لي بالعربي if you know. an armchair اللي هو الكرسي الكنباية الفخم. مش أي كرسي. يعني إحنا يوم نروح نشتري فرضا طقم كنبايات في عندنا واحد كرسي لحاله بكون مرتب ومتكتك هيك ومظبط. هذا اللي هو بسموه an armchair. arm chair. اوكي سير. طيب الفريج لها كلمة ثانية معناها هي نفس refrigerator. الفريج ايش الفريج تركي؟ يس جود. لا هي الفيرست وان الثلاجة. الفريزر له اسم ثاني. التلفزيون طبعا تعرفها اكيد. الكوفي تيبل. الكافي تيبل هاي مع بعضها يا تركي. الكافي تيبل اللي هي احنا يوم ما نشتري فرضا طقم كنبايات بيعطونا اللي هم سوري يوم ما نشتري طقم صالون او جلوس بيكون معاهم طاولات صغار بسموهم كافي تيبل. هم هي طاولة القهوة بس هي الطاولات الصغار اللي احنا يوم ما نضيف ناس بنحط عليها. طاولات الصغار هاي اسمها كافي تيبل. الشلف تعرف الشلف يا تركي؟ do you know this word؟ الشلف وجبع حشاوي. الشلف اللي هو الرف. الرف وجمعها الشلف. الاف تتغير للذي. شو الشلف اللي هو الرف. هذا هو الشلف. البلانت. طبعا بلانت اللي هي الزرعه، اذا كان عندي زريعه صغيره انا نبته صغيره محطوطه في جوار اللي هي بلانت. ستيريو طبعا اظن يو نو ذا ستيريو، ذا ستيريو اللي هو مكبر صوت كبير. لامب معروفه. الكوكر، تعرف الكوكر يا تركي؟ دي يو نو ذا كوكر؟ لا لا لا. الكوكر يا تركي، الكوكر اللي هو هذي كوكيز، كوكيز البسكوت. الكوكر اللي هو الغاز، الغاز اللي انا بطبخ فوقه. شفت العيون هاي بنطبخ فوقه، اللي من فوق الغاز ومن تحت بيكون الاوفن اللي هو الفرن. اذا الكوكر الغاز. واشنج ماشين، الواشنج ماشين اللي هي الغسالة. تليفون اللي هو التليفون. الكبرد، الكبرد هاي، الكبرد هاي خزانة. كاب، الكاب اللي هو معروف ايش هو، يعني انت اعرف بالكاب فنجان او كاسة كبيرة، مج تقريبا بيجي كوب احسنت. صوفة. شوف يا تركي، احنا في عندنا فقط من طقم الكنبيات اللي بنشتريه في 7 مقاعد، واحدة مفرد لحاله بنسميه arm chair، واحدة 2 مقعدين، وواحدة 3 مقاعد. التو سيتس هاي والثري سيتس، المقعدين والثلاث مقاعد بنسميهم احنا صوفة. يس الصوفة، اذا سواء كان اللي هي مقعدين او الثلاث. اوكي يا صديقي، خلينا نرجع لتدريبنا. انا بقول لك الكلمة الان وشوف لي وين هاي بتكون موجودة، في الليفينج روم ولا في الكيتشن، ولا ممكن تكون في الثنتين مع بعض. يعني ممكن الناس يحطوها في الليفينج روم، ممكن الناس يحطوها في الكيتشن. الارم تشير يا تركي وين بتكون؟ إذا الليفينج روم حط لي 1، إذا الكيتشن حط لي 2، إذا في البوث تكون 3. الارم تشير. Yes, Turkey. That's correct. الفريج. والله غالبا في الكيتشن صح. التلفزيون. واحد في الليفينج روم، مع انه في ناس ممكن يحطوا في الكيتشن، يعني ممكن التلفزيون تيجي بوث. في ناس بتحب النسوان يحطوا في تلفزيون في الكيتشن، خاصة اذا كان الكيتشن تبعها كبير. الكوفي تيبل، كوفي تيبل في الليفينج روم صح. الشلف، الرف، الشلف صح. بوث. البلانت، نبتة صغيرة زريعة. والله I could say في البوث. كمان في نبتات في الكيتشن بحطوها. الستيريو وتيجي صح يا تركي. الستيريو في الأول ممكن. اللمبات طبعا في both of them we can find لام. الكوكر في الكيتشن صح. الواشنج ماشين غسالة في الكيتشن يس. التلفون في الليفينج روم. مرة ثانية بنقول في بعض النساء بيحبوا تلفون عندهم يكون تيجي بوث صح. well done. الكابرد خزانة صح. الكب في الكيتشن، في الليفينج روم ممكن واحد يروح يشرب في الليفينج روم. والله ميبي، يعني خلينا نقول ميبي. السوفا في الليفينج روم يس جود. طيب بدي الآن عشان أفهم أنا إنك فهمت علي، بدك تقول لي يا شيخ تركي، تعطيني جملتين. إما بتقول لي in my kitchen فرضاً، ليش كتبت اللتر kitchen there is وتكمل and there are وتكمل، or بتقول لي in my living room there is وتكمل and there are وتكمل حتى افهم انا انك انت استعرضت علي there is و there are. there is شغله واحده و there are on. اما تعطيني شغله موجوده في الكيتشن او في الليفينج روم. يلا هات نشوف. بس تبدا in my kitchen او in my living room. there is there are. يعني مثال فرضا انا اقول in my living room there is a sofa and there are 3 computers. هذا كمثال طبعا. there is الصوفة واحدة لأن اخترناها there is و there are قلنا 3 computers عشانها جمع. it's your tip. there is a shelf in my living room and the kitchen. مش واضحة عاد هاي and the kitchen. طيب when there are البلورال الجمع بدنا there are. طيب خلاص it's okay يا تركي it's okay. إذا there is and there are. شوف لي هاي التركي. now بدنا نقرأ. لو بدنا احنا قبل ما أخليك تسمع لو نشوف those أو these questions. Is there a television? شوف is there a television واحد. فهذا السؤال is there a television? yes there. كيف بنكملها هاي؟ yes there ايش؟ yes there is there. yes good Turkey good good. لأنه is there مفرد television واحد. so is there a television? yes there is. طيب is there a radio? برضه واحد. no there. شو نكملها؟ isn't. رائع تركي well done. are there any books؟ الآن any راح نرجع نأخذ فيها قبل كمان شوية نأخذ فيها درس لحاله. are there any books؟ yes there. ايش نكمل؟ good well done يا تركي. how many books are there؟ هذا مش سؤال كويس. how many books جمع are there. شو نقول there ايش a lot كثير. there are there are a lot. good Turkey good. are there any photographs؟ بدمها الجمع أخذت are. are there any photographs؟ no there. ايش نكملها؟ no there. لا لا تركي ما في هاي تركي. كيف هذيك في النفي كانت isn't. طب هاي في النفي شو بدها تصير؟ no there. أحسنت well done. no there aren't. خلينا نسمع listening حتى تعود على Unit 5 Tape Script 5.1. Is there a television? Yes there is. Is there a radio? No, there isn't. Are there any books? Yes, there are. How many books are there? There are a lot. Are there any photographs? No, there aren't. واضحة كانت؟ ساعة تركي نلخص في الجرامر سبوت. الجرامر سبوت complete the table. في الفن positive و negative و question مثبت و نفي والسؤال. قول معي now there في a television some books. there الفراغ الأول شو بده يكون؟ there a television. تركي yes there is a television لأنه واحد. طيب there ايش some books. there are some books. النيجاتيف النفي there ايش a radio. نفي there a radio واحد هون. there negative yes Turkey there isn't a radio. there isn't a radio. and there any photos. نفي للجمع there negative هذا photos جمع aren't. أحسنت there aren't any photos. question is there a television؟ السؤال شو بده يصير؟ زي قبل شوي سألنا أشياء كثيرة زيها. The question A at television. Where are you, Turkey? يلا صديقي. سؤال is there a television? Is there a television? والجمع any books, are there any books. ممتاز. well done يا تركي. والله مبسوط عليك أنا بصراحة. ما شاء الله عنك. ما شاء الله عنك. طيب خليني أشرح هالشغلة. تركي أنا حكيت شرحت ما بين some وأني قبل هيك. some and any حكيت كيف نستخدمهم. يس. طب فهمني أنت فاهم الآن وين نستخدمهم some and any. وكيف؟ يلا شوف. What did we say then in Turkey? When do we use some? When do we use any? لا 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 ما دخلناش في المعدود ومش معدود. انك خربطت. طيب خليني أعيد بسرعة. احنا قلنا we use كلمة some يا تركي. some في ال positive answer في الإجابة يوم يكون عندنا إجابة مثبتة في الجملة العادية بقول أنا some بقول فرضاً I have some سواء معدود أو مش معدود ها rice أو biscuits أو إلى آخره. any يا صديقي we use any في questions دائماً في الأسئلة أو negative answer في الإجابة اللي هي اللي بتكون نفي. بقول فرضاً زي ما كان قبل شوية are there إذا تتذكر السؤال قال any books. شفت كيف are there any books. ممكن أقول is there any bread. is there any bread or any books. are لأنه books طبعاً جمع فقلنا are there bread لأن أنت حطينا is there. إذا any في السؤال أو في النيجاتيف answer بقول فرضاً there aren't any books. there aren't any books فرضاً أوكي أو there aren't any بس. إذا في إما في السؤال أو في النيجاتيف أنسر. فهمت علي يا تركي؟ أوكي خلينا نروح نقرأ هاي ونشوف. بقول لك What's the difference between the sentences? There are two magazines. There are some magazines. شو الفرق في المعنى فيهم هذولا؟ شوف كيف استخدمنا some هنا يا تركي في البوزيتيف مثبتة. في عندي some magazines وهون two magazines. magazine اللي هي مجلة. طب شو الفرق في المعنى؟ there are two magazines there are some magazines. بسيطة ها؟ صح. الأولى إنه سنتين two magazines. أما some magazines بيكون عندي إيش؟ عندي لا مش مجلة واحدة لا مجموعة مجلات بدون ما نعرف أيوة أحسن مجموعة صم ماجازينز مجموعة مجلات. ولكن بهمني هون أنا تركي إنه أنت you take attention to إنه صم استخدمناها للإشي المثبت. في عندي ماجازينز استخدمنا كلمة صم. there are some magazines there are two magazines. نشوف هون when do we use or say some when do we say any. ها there are some cups. في عندي cups فاستخدمت أنا some. There aren't any sauces. الصوصة اللي هو فنجان القهوة. الفنجان بنسميه كب والصحن الصغير بنسميه صوصة. الصحن الصغير اللي بحط فوق الفنجان بنسميه صوصة. شوف النفي there aren't any sauces زي ما قلنا قبل شوي النفي بدنا نحط any. شوف السؤال are there any spoons. إذا في السؤال دائما any في الإجابة النفي any وفي الجملة المثبتة بنحط some. Complete the past tenses with this are هذه. بس قبل هيك فهمت علي صموا أني يا تركي؟ تركي did you understand? When do we use some, when do we use any? طب بدي منك 3 sentences الآن، واحدة تحط لي فيها some وواحدة any negative وواحدة سؤال تحط فيها any. يلا هات شوف. أنا طبعا هاي الأشياء اللي أنت بتكتبها هاي على طول تعطيك حتى لو عانيت فيها this is very good for you يا تركي. ومدام إنك بس واحد معي أنت الخير والبركة دايما وإن شاء الله كل الخير فيك. خليني أكتب أنا 3 جمل. بدي أبدأ في some، بقول there are some فرضا ايش watches ساعاتها. خلينا نقول اني بدي ابدا انا في سؤال do you have any cars؟ في عندك اني سيارات، اني في السؤال واني في الاجابات اللي هي النفي. الإجابات اللي هي الإيش؟ النفي. بقول فرضاً there aren't any there aren't فرضاً any إيش نقول؟ any phones. هاي أنا حطيت 3 جمل، واحدة some اللي هي there are some watches، السؤال do you have any cars؟ والإجابة النفي there aren't any phones. بدي منك الآن تبرهن لي وتحط لي 3 جمل وهيك انا بتاكد انه هذا الموضوع الان صار عندك 100%. خذ وقتك حتى لو بدك تاخذ دقيقتين 3 قاعد معك. There are some ما دام حطيت وذير يا تركي بده يكون some pins، لازم تكون جمع. ما دامك استخدمت الجمع ممكن تقول some، ما دام some بدها تاخذ جمع طبعا. There are some pins جمع. اوكي خلص مقبوله. There are some pins. حط لي الان any بالسؤال وبالنيجاتيف. Are there any books؟ ماشي الحال. Are there any books؟ طيب أعطيني إجابة نفي ويكون فيها any. تركي شوف تركيزها there aren't any وتكمل there aren't any وحط لك أي كلمة. come on there aren't any papers. ممتاز ممتاز تركي. طيب اللي يهمنا نشرحه الثاني. سمعت في هاي تركي تركي here this و that. الفرق بين this و that yes this yes و that right. طيب this مفرد singular شو جمعها؟ جمعها these. إذا بنقول this وجمعها these وهذا لا القريب. الآن that بعيد مفرد وجمعها those. أوكي طبعا this is something مكان مفرد وأنا بستطيع I can touch it يعني بلا أنا بلمسه. ذات إشي بأشر عليه من بعيد. إذا كانت مجموعة كبيرة plural and I can touch them they are very close to me بقول these are my books بكون أنا صايبهم. أما إذا بعاد بقول those are my books. خلينا نشوف هون بقول لك complete the sentences number 3. خليك معي في grammar spot with this that these are those. طلع لي على الأول يا شيخ تركي I like إيش juice. شو الكلمة اللي بدها تعبي هون؟ sorry excuse me. I like number 1 ليش this جمع هي؟ الجوس بالمناسبة uncountable ما بتنعد. إذا شو لازم تكون هاي؟ number 1 I like this juice. yes صايبه بإيده. نشوف number 3. خلينا نقول على number 3 هيا جنبه هذا الرجل في عنده الكوكر هذا الغاز. بدي يقول لك كوكر is new هذاك الغاز جديد. number 3 شو بده يحط؟ صح واو دعنا تركي good that cooker لأنه بيشير عليه من بعيد that cooker is new. طيب خلينا نروح number 2 هذا البني آدم biscuits are lovely. biscuits جمع are lovely. إذا شو بده يقول عنهم هذول؟ ما فيكم بكر فيهم هسا، الواحد جعان على هالمساء. What does he say? biscuits. عندي القضية جمع. These، أحسنت يا تركي. These biscuits are lovely. وفي الأخير شو بقول؟ give me عن الكبس، بأشر على الكبس بده إياهم كلهم. شو بقول؟ give me well done. أحسنت يا تركي. those cups. good. very good. طيب خلينا نعمل هذا التيك قبل ما نروح إحنا لليونت الجديد. طيب تركي، اقرأ لي كل جملتين وقول لي الأولى ولا الثانية الصحيحة، أو أنا بقرأ لك يلا. there aren't some sandwiches. there aren't any sandwiches. مين correct؟ الثانية طبعا. ليش؟ لأنها نفي ولازم تأخذ any، صح؟ هاي نجاوبت عنك. طيب 2 تركي. do you have some good dictionary؟ do you have a good dictionary؟ do you have some good dictionary؟ do you have a good dictionary؟ وديكشنري طبعا معناها قاموس. 2 do you have yes، لأنه a good dictionary واحد. do you have a good dictionary؟ good يا تركي. 3 I have some photos of my daughter. I have any photos of my daughter؟ yes الأولى لأنها مثبتة، إذن I have some photos of my daughter. 4 I have lots of books. ولا I have a lot of books؟ فرقت الأ، صح صح. I have a lot of books. 5 how many students are there in this class؟ how many of students are there in this class؟ نعيد. how many students are there in this class؟ how many of students are there in this class؟ which one؟ yes تركي الأولى 100%. أحسنت يا تركي. well done. ما في of. 6 next to my house there is a park. next to my house there is a park. which one؟ next to my house there is a park. next to my house there is a park. yes yes yes. next to my house to my house there is a park. 7 look at this house over there. look at that house over there. look at this house over there. look at that house over there. number 2 أحسنت يا تركي، لأنه قدام بقول أنا over there يعني غاد بعيد، إذا بتيجي that معها. الأخيرة هنري that is my brother. mom that is Henry. Henry this is my mother. mom this is Henry. مين الصح؟ مش عارف. did you answer يا تركي ولا هي رقم 2 هاي من قبل؟ yes تركي صحيح كلامك. أنا بعرف 2 واقفين جنب بعض، إذا بعرفهم وأنا بصيبهم، بقول this is my mother and this is Henry. تركي أنت كنت رائع جدا. خلينا نتغير لليونت اللي بعده، بس أنت رائع يا تركي ما شاء الله عنك، ما بدي أحسدك أنا، لأنه تكلمنا عن there is و there are، تكلمنا عن some و any، وتكلمنا you're welcome تركي، وتكلمنا عن that و this and that was كل إشي في الآن في عنا في هذا الدرس في عنا languages و nationalities. languages و nationalities. speak to طلع اللانجوج الأولى French Spanish Farsi Italian Portuguese Japanese English Arabic. They speak French in France and also in Canada. Which languages can you speak? How many languages do you speak يا تركي؟ كيف بتجاوبني بهذا السؤال؟ إجابة كبيرة كاملة. how many languages do you speak؟ وينك؟ how many languages do you speak؟ يا تركي خلاص 3 languages ما شاء الله. أكيد you speak Arabic, English, French ولا لا؟ إيش هم 3 languages؟ هات خبرنا. طيب ماشي مسامحينك. الشيء الثاني اليوم في عندنا طبعا كان و can't. أكيد أنت you know them. الفرق بين كان و can't. طبعا في عندي أول difference فرق in the pronunciation في النطق يا تركي. بقول لك كان، شوف علي كان كان، بينما النفي can't can't. شوف كان can't كان can't، أستطيع ولا أستطيع، كان و can't. هذه بدنا ندرس فيها شوية. Match the sentences and pictures. Listen and check يا أخي. He can ski really well. أي واحد فيهم؟ أي صورة؟ He can ski really well. شو رقمها؟ شو الحرف تبعها؟ He can ski really well. وين بنحطه هذا؟ إي سكي؟ لا، طيب شو معنى سكي؟ سكي يا سيدي العزيز تزلج. He can ski تزلج. إذا دي أحسنت. الجملة الثانية She can play chess. إيش يعني chess؟ She can play chess. صح. Which one إذا؟ She can play chess. شو الحرف؟ Yes sir. شوف اللي بعدها Can elephants swim? Yes they can. قال له can elephant swim؟ قال له yes they can. Which one؟ بيسأله سؤال. Yes. شوف السؤال بكان Can elephants swim؟ قال له yes they can. 4. Can you speak Japanese? No, I can't. Can you speak Japanese? No, I can't. Which one? Can you speak Japanese? F. ممتاز. هذا جاي يقول له Can you speak Japanese؟ قال له لا والله غلاوتك عندي لا. 5. I can draw but I can't write. Draw يرسم. Write يكتب. I can draw but I can't write. I can draw but I can't write. E. بالك ممكن E. الأخيرة we can't understand the question. مش قادرين نفهم السؤال. We can't understand the question. طبعا سهلة وواضحة اللي هي thank you. إذا say all persons of can and can't. I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. I can't, you can't, it can't, and tan 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 tan. بس قبل هيك خلينا ناخذ لنا شوية listening عن الجمل الماضية. Unit 6 Tape Script 6.1 A. She can play chess. B. We can't understand the question. C. Can elephants swim? Yes, they can. D. He can ski really well. I can draw, but I can't write. F. Can you speak Japanese? No, I can't. Good. خلينا نسمع كمان واحد سماع ونشوف الجمل يا تركي. Tape script 6.2. I can speak French. Can you speak French? Yes, I can. Good. إذا كان وكانت زي ما حكينا يا صديقي تركي. طيب الآن تركي بدنا نسمعك وتشوف نحط كان أو كانت ومع فعل آت نشوف حتى تتدرب على الاثنين. جاهز يا صديقي؟ أنا راح أخليهم جملة جملة عشان ما نكثرها عليك، بس هذا تمرين كثير ممتاز for you. Let's go. Number one. Tape script 6.3. 1. I can speak French, but I can't speak German. شو رأيك؟ شو قالت البنت؟ I سمعتها؟ ما شاء الله عنك. I can speak French but I can't speak إيش؟ German. ألماني. والله يا تركي ما شاء الله عنك بأمانة. نعيدها مرة ثانية. ما شاء الله عنك. ما شاء الله عنك يا تركي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. Tape script 6.3.1. I can speak French but I can't speak German. Right. خلينا نشوف number 2 يا تركي. He can't fly, but he can drive. تقدر تكتبها بالانجليزي؟ شو قال له؟ he ما سمعت، نعيدها. German. 2. He can't fly, but he can drive. طلع معك شيء؟ هو he said إنه he can't fly بيقدرش يطير but he can drive ولكن بيقود السيارة. he can't fly but he can drive. خلينا نشوف اللي بعدها. number 3. 3. Can you cook? Yes, I can. إيش سألتها؟ Can you cook؟ تطبخين. Can you cook؟ أوكي. فشو جاوبتها؟ Yes, I. سهلة. Yes, I can. Yes, I can. نشوف number 4. خليك معي. 4. They can ski, but they can't swim. شو قال؟ They can إيش؟ حطيت لك جملة منهم. They can يلا يبدو التدريبات صعبة عليك. Is it? طيب هم قالوا they can ski they can ski يتزلجون but they can't swim يسبحون they can't swim يسبحون. خلينا معلش نسمع أنا ولا السمع مش مشكلة. next حتى لو أنت مش مجمع منه كثير كويس إلك تدريب سمع. 5. We can read and we can write. We can read أحسنت and هذول الثنتين مثبت ما فيها but ونفي. قالت we can read and we can write. نكتب نقرأ ونكتب صح بس كتابتها write write write. we can read and we can write. شوف last one. 6. Can she drive? No, she can't. شو قال له؟ هذا سؤال. What did he say? طيب مش مشكلة نعيدها. Can she drive? No, she can't. Right. 6. Can she drive? No, she can't. نعم معلش ما هو هذا التدريب يا تركي. هو بيتكلم بسرعة بس مرة على مرة إن شاء الله. قال له can she drive؟ وهي بتقود. قال له no she can't. خلينا نسمعك اياهم كلهم مرة ثانية وانت عارفهم الآن بتحسن سمعك لأنك عارف انت شو اللي عندنا. listen استرخي واسمع. Tape script 6.3. 1. I can speak French but I can't speak German. 2. He can't fly, but he can drive. 3. Can you cook? Yes, I can. 4. They can ski, but they can't swim. 5. We can read, and we can write. 6. Can she drive? No, she can't. Okay. Good. The present will past. احنا في عنا الآن يا تركي يكون عنا is. شو الباست تبع is يا تركي؟ is شو الباست تبع is؟ الماضي تبع is was. صح. طيب are شو الماضي تبعها؟ صح. where. طب can شو الماضي تبع can؟ لا الماضي تبعها could. could. I can eat today. yesterday I could. I could. اوكي صديقي؟ لأن احنا في عنا was و were can و could. read the questions, complete the answers. في عنا present الآن في المضارع, في عنا past. What day is it today? It is Thursday. شو اليوم هو؟ اليوم Tuesday. It's Tuesday. What day was it yesterday? Yesterday it was Monday. تمام. What month is it now? شو الشهر اللي احنا فيه؟ It is فرضاً احنا في شهر يا سيدي 10 اللي بيسموه October. It is October. What month was it last month? الشهر الماضي. It was September. Where are you now? وينك الآن؟ بيقول I am in or at the restaurant. Where were you yesterday? وين كنت بالأمس؟ بيقول لك I was at a restaurant. Are you in England? Yes, I am or no, I am not. هذا الآن. Were you in England in 2008? في 2008 كنت. Were you in England? Yes, I was. No, I wasn't. Can you swim? ممكن تقدر تسبح. Yes, I can. No, I can't. إذا الكلمة اللي ببدأ فيها الجواب فيها. Can you swim? Yes, I can. أو no, I can't. في الماضي. Could you swim when you were 5 years old? Yes, I could. أو no, I couldn't. Yes, I could. No, I couldn't. كله في الماضي. Can your partner speak 3 languages? صاحبك شريكك بيتكلم 3 لغات. Yes, he can. No, he can't. طب could your partner speak English when he or she was 7 لما كان 7؟ Yes, he could. No, he couldn't. معي؟ لسه معي؟ إذا هذا ما بين ال past و the present. عندي positive والnegative. I was wasn't. You were weren't. He she it. لو بدنا نكمل هذا شو بده يصير؟ He she it شو بتاخذ هون؟ singular he أو she أو it. الpositive في الماضي. He she it شو بتاخذ؟ was والnegative wasn't. صح. We شو بتاخذ في الpositive؟ We were والnegative weren't. They شو بتاخذ؟ they were والnegative they weren't. خلينا نسمع ال was وال were كيف النطق. Tape script 6.5. It was Monday yesterday. We were at school. Was it hot? Yes, it was. Were you tired? Yes, we were. Let's listen again. It was and were كيف تنحكى. Tape script 6.5. It was Monday yesterday. We were at school. Was it hot? Yes, it was. Were you tired? Yes, we were. هذا هو البرونسيشن أو النطق لهم. هذا سؤال حلو. طيب يلا يا تركي بدنا نحط was were, wasn't, weren't أو couldn't. Bob or Peter. شو بقول له؟ You at Bernie's wedding last Saturday في الماضي. شو بتقول له؟ أول كلمة. You شو بدها تأخذ؟ كله في الماضي. صح. Well done يا تركي. قال له Were you at Baron Bay's wedding last Saturday? كنت في حفل الزواج اللي هو في السبت الماضي. شو قال له؟ Yes I. قال له Yes I. لا I تأخذ was. بقول I was born يا تركي. I تأخذ was. قال له Yes I was. اثنين It good. شو بدي أقول له؟ كانت جيدة الحفلة. كله في الماضي. قال له إيش؟ هل كانت جيدة؟ لا. شو دخل كود؟ قال له was it good. قال له was it good. هل كانت جيدة؟ was it good. قال له well it إيش okay. قال له was it good. قال له well it إيش okay. Yes. قال له it was okay. طيب there many people. many people شو قال له؟ ها ايش there many people بيسألوا كان في ناس كثير؟ لا مش are where. ليش؟ لأنه كله في الماضي. احنا بنسأل الحفلة في الماضي وكلها في الماضي. were there many people؟ قال له yes there. were there many people؟ قال له yes there were. صح. بوب هنري there. بدي اسال عن هنري انه هل هنري كان موجود؟ شو بدي اقول؟ هنري واحد هي شو ات. شو بدي اقول؟ ايش هنري there؟ was. احسنت. was هنري there؟ قال له no he. no he. no he wasn't. ممتاز ممتاز يا تركي. and where؟ قال له وين انت كنت. قال له وين انت كنت. شو تقول where؟ سؤال حلو. where ايش؟ where ايش you. قال له and where ايش you. وين كنت. مش عارف اذا جاوبت بواز انت بس هذا لا. قال له where لانه where بتاخذش was. قال له where were you and where were you. قال له وين انت كنت. where الاولى للبلايس where الثانية للماضي. زي ما نقول where are you بس في الماضي. قال له where were you. طيب why is you there. why وليش انت ما كنتش هناك. قال له why is you there. why هنا. قال له why is you there. ليش ما كنتش هناك؟ يا تركي. طيب قال له why weren't you there. ليش ما كنتش هناك بالنفي. why weren't you there. قال له I go because I at a conference it. قال له أنا ما كنتش هناك لأني أنا كنت في الكونفرنس وهذا الكونفرنس كان ممل. المؤتمر. إذن إيش قال له I couldn't go. ما قدرتش أروح because I إيش at a conference. I couldn't go because I I couldn't go because I was at a conference. ممتاز تركي. And it was boring. It was boring. خلينا نسمع بالضبط هل اللي حكيناه صح أو لا. Listen carefully. Tape script 6.6. Were you at Barnaby's wedding last Saturday? Yes, I was. Were they good? Well, it was okay. Were there many people? Yes, there were. Was Henry there? No, he wasn't. And where were you? Why weren't you there? I couldn't go because I was at a conference. It was boring. Good. يتكلمون بسرعة. طيب نروح للتشيك إت. يلا يا شيخ. Number one. I don't can use a computer. I can't use a computer. Yes. Two. I can't. فيش عنا don't can. Two. Was they at the wedding? ولا were they at the wedding? Were they ولا was they at the wedding? كمان two. Yes. Were they لأنها جمع. Three. I'm sorry, I can't go to the meeting. I'm sorry, I no can go to the meeting. Number one, صح. Four. She was no at home. She wasn't at home. Two. Yes. Five. He could play chess when he was 5. He can play chess when he was 5. Yes, he could لأنه when he was 5 ماضي لما كان 5 سنوات إذا he could. 5. I can to speak English very well. ولا I can speak English very well. طبعا الثانية وخلينا هذا أهم إشي في هذا اليونت. نروح ليونت 7. Example can past of is and can. is قلنا الباست تبعها was و can could. now she is alone but when she was a child she was with her mother. What is the past form of these verbs? Listen, practice, send them. Turkey. عندي كلمة look, work, love, learn, earn, marry. شو الباست من look يا تركي؟ الماضي. الباست الماضي نظرة. بالإنجليزي إيش تصير؟ look, looked, نظرة. طب work يعمل. work إيش الباست tense؟ work الباست منها يا سيدي worked صح. love يحب أحبه صح. learn يتعلم learned تعلمه. earn صح earn يكسب. earn يكسب. أو يجني. نفس learn بتصير earned. صح تركي. marry يتزوج. marry شو بتصير؟ married. died ماشي. died صح. die يموت و died مات. قبلها marry يتزوج اللي هي بتصير married بس مع اختلاف الواي بتروح تصير I E D. بنشيل الواي فيها married. hate يكره. hate بتصير hated صح. want يريد بتصير want. wanted. لاحظ لي هون ملاحظة يا تركي إنه all those verbs بنسميهم إحنا regular أفعال منتظمة. عشان نحولهم للماضي regular بنزيد e أو d نزيد d أو ed للفعل. هذا regular نفس الكلمة بنزيد لها d أو ed حتى الماضي. بس الإيرريجولار الأفعال الشاذة لا تتغير الجملة، تتغير الكلمة كلها أو جزء منها. خليني أعطي بس مثال صغير. بقول أنا فرضاً write يكتب، في الماضي بتصير wrote كتب، إذا تغيرت، مش شغلة إني نزيد الدي أو إي دي. الأفعال اللي عندنا كلها regular. خلينا نسمعها. TypeScript 7.3 looked, worked, loved, learned, earned, married, died, hated, wanted. إذن هاي شوية أشياء. هذا تمرين كبير. Where does she live now? السؤال طبعا إحنا السؤال إذا كان عندنا مجموعة في الماضي بنقول دائما did. أي سؤال في الماضي بقول ماذا عملت الآن؟ بقول أنا فرضا what did you do yesterday? When did you eat last night? Who did you meet this morning? كلها أسئلة. بدأنا في الماضي بيجي did. فرضاً what did you do 3 hours ago؟ قبل 3 ساعات. تمام. Why did you come home late yesterday؟ إذا تركي صديقي دائما في الماضي لازم أقول أنا did أحطها بعد الأداة. what did, when did, who did, what did, why did, and so on and so on. ماشي الحال. what did you do, when did you eat, how did إلى آخره. شوف عندنا هون where does she live now. بدل في المضارع أجد does مش did. بينما where did she live in 1950، في بدل في الماضي 1950 أجد did. did is the past of do and does، لأنه do بتروح مع they, we, you and I فرضاً، كل هذا بيأخذ do معه. تمام. بينما does مع he, she, it. بقول it does, where does, and so on and so on. والنفي طبعاً don't. بينما في الماضي didn't, didn't. بدنا تمرين حلو عليها حتى نقدر احنا نجمع الموضوع. طيب خليك معي يا تركي. بقول لك complete the sentences with did, was or were. عندنا واحدة من الكلمات، إما did, was أو were. يلا هات نشوف. number 1 where is you born؟ أين ولدت؟ where did you born بصير أو ممكن where were you born بصير. طيب where is your father born؟ أبوك. where is your father born؟ تركي where is your father؟ أبوك. أين أبوك؟ your father ممكن أعوضها بهي أنا. where is he born؟ لا، هم نحط was. الأولى where والثانية was. where were you born؟ where was your father born؟ where were you born؟ where was your father born؟ طيب when is you start school؟ متى بدأت المدرسة؟ when is you start school؟ when did you start school؟ ممتاز يا تركي. طيب 3 when is you learn to read and write؟ when is you learn to read and write؟ تعلمت الكتابة والقراءة. when did، well done يا تركي. when did you learn to read and write؟ طب بعدها who your first teacher؟ مين كان أستاذك الأول؟ who your first teacher؟ تركي who your first teacher. لا تركي بعدين فيك، مالك كله ضد. Who was واحد. Who was your first teacher؟ مين هو اللي كان؟ ضد للفعل. بس هنسأل عن واحد، مين هو كان مدرسك؟ أما ضد لما يكون verb فعل. Who was your first teacher؟ What is your favorite subject؟ شو كان برنامجك؟ كان موضوعك المفضل. ما فيش عندي فعل هون. What is your favorite subject؟ شو كانت مادتك المفضلة في المدرسة؟ Yes Turky. What was؟ إذا جاوبت was مش عارف، مش منتبه أنا. What was your favorite subject؟ Where you live when you were a child؟ لما كنت صغير وين كنت ساكن؟ شو رأيك؟ Where is you live when you a child؟ كنت صغير. Where did you live when you is a child؟ لما كنت صغير. طبعا when you were لأنه you بتاخد where. So where did you live when you were a child؟ الأخيرة you live in a house or a flat. كنت تسكن في بيت أو في شقة. شو بنحط أول كلمة للسؤال؟ could. لا، ما هي could مش موجودة، يا إما did يا was يا where. لا، بنقول did you live in a house or a flat. طيب تركي، بدي أسمعك شاف الverbs هاد، أعطيك دقيقة تقرأهم وأسمعك سمع الماضي تبعهم. be give die by begin. هذه irregular verbs، يعني ما بزيد لها دي ولا ايدي عشان احولها ماضي، لا بتتغير. regular verbs. ماشي يا تركي، هاي الافعال irregular، يعني اذا بدي احولها الماضي انا بتتغير الكلمه، not just I add d or ed. فحسمعك اياهم وتحاول انت تشوف شو الverb منه الماضي. Tape script 7.7. Was. Began. Came. Got. Mother get. Gave. Mother give. Went. Mother go. Left. Mother leave. Had. Mother have. Died. Became. Won. Made. Bought. Sold. هذه ذكرتها، عرفتهم تركي؟ خلينا ناخذ تمرين كالعادة. Correct sentence تركي. He bought some new shoes. He bought some new shoes. مين الصح تركي؟ He bought some new shoes ولا he bought some new shoes؟ طبعا الأولى لأنه الماضي تبع buy اشترى، bought not bought. There is no word called bought. إذن correct he bought. اثنين. Where did you go yesterday? Where did you went yesterday? Where did you go yesterday? Where did you went yesterday? لا، الأولى صح، لأنه where you went yesterday where did you go yesterday، لأنه قلنا في الماضي did. قبل شوي حكيت تركي did وبتيجي go. طب بتقول لي ليش ما نحط الماضي؟ ما هو الماضي اخذته did، فجو ما بصير نحطه ماضي كمان. Where did you go yesterday؟ 3. You see Jane last week ولا did you see Jane last week؟ كيف السؤال بيجي؟ Yes تركي. Did you see Jane last week؟ ما بصير see لحالها. طيب 4. Did she get the job ولا did she got the job؟ did she get the job ولا did she got the job؟ لا، مرة ثانية تركي، قبل شوي حكيت لك يا حبيبي، يوم حط did في الفعل لازم الفعل يصير مضارع لأنه الفعل did get. did أخذت الماضي، ما في داعي أحطه مرة ثانية ماضي. did she get؟ شو نقول did she got؟ الgot ماضي بس أخذت did الverb. إذا did she get زي هون. where did you go؟ did go. did go. 5. I went out yesterday evening. I went out last evening. بقول I went out yesterday evening ولا I went out last evening. Yes, good يا تركي. I went out yesterday evening مساء الأمس. 6. He studied French at university ولا he studied French. هذه في السبيلينج في الكتابة. بقول he studied زي هيك بكتبها ولا he studied زي هيك French. هاي ولا هاي. خليني أغششك ولا أنت غششت حالك. الأولى صح 100%. الواي بتروح بنحط محلها I E. 7. What had you for breakfast ولا what did you have for breakfast. شو أكلت فطرت الصبح. What had you for breakfast ولا what did you have for breakfast. لا what had you لازم تكون have. what did مرة ثانية نفس الأخطاء يا تركي. what did you have. قبل شوي سألنا did يا حبيبي إيش في الماضي. did يا أخوي. what did you have. هاي 3 مرات 3 أخطاء في نفس الشيء. what did you have for breakfast. الأخيرة I was in Riyadh the last week ولا I was in Riyadh last week. I was in Riyadh the last week ولا I was in Riyadh last week. Yes, number 2. Well done. خلينا نشوف unit 8 وآخر unit اليوم. الآن بيجي اللي simple or these verbs most of them are irregular. كله برضو ما زلنا بنتكلم في ال past. تعرف الماضي تبع eat يأكل. اكتب لي أشوف إذا بتعرف يا تركي. eat يأكل شو الماضي تبعها. يأكل إيش أكله. الماضي تبع eat. Do you know تركي do you know. طيب ال past tense ل eat يا مستر تركي 8. كيف بحكي رقم 8 بس كتابتها مختلفة 8. طيب الكلمة الثانية drink يشرب شو الماضي تبعها if you know. drink ماضيها يا سيدي ايش هذا drink يشرب ماضيها drank. كل هذا irregular مش منتظم. طيب drive يقود ماضيها drive يقود سيارة ماضيها drank صح كتبتها انت انا وياك. طيب drive what's the past tense of drive. drove 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 بالأو drove drove. طيب fly fly يطير سيارة أو إشي شو الماضي تبع fly. أنا بقول لك الماضي تبعها flew flew flew. listen يستمع listen to شو الماضي تبعها. هاي regular بتصير listened to يستمع لي listened to. طيب make شو الماضي تبع make. يصنع يعمل الماضي يا تركي. سهلة هاي. لا الماضي تبعها made. الماضي the past tense is made صنعه. طيب ride يركب. ride يركب السيارة شو الماضي تبعها. أنا جاوب لك إياها road بس road مش شارع. road R-O-D-E R-O-D-E. take يأخذ what's the past tense of take. take يأخذ صح تركي بس تكتب T-O-O-K. watch هاي watch هاي regular شو الماضي تبعها إذا regular watch watched watched. آخر كلمة wear يلبس. wear يرتدي يلبس wear والماضي تبعها يا شيخ تركي war. طيب إذا the past simple forms I live in London، خليني أنا أحكي لك إياهم. I live in London في الpast I lived in London. He lives in London في الpast he lived in London. Do you live in London في الpast did you live in London بتصير لأنه سؤال. Does she live in London في الماضي بتصير did she live in London. I don't live in London في الماضي بتصير I didn't live in London. He doesn't live in London مضارع في الماضي he didn't live in London. The correct time expression شوف علي تركي. في عنا احنا البريبوزيشن في عنا at on in. شوف ثلاث كلمات هذول بنشوف ايش بيجي بعدهم. الآن on سنبدأ ب on دائما تيجي قبل ايش on. ديها هاي preposition بسموها اللي هي الظروف الزمان والمكان. on دائما تيجي قبل ايش on. on comes before تعرف ايش اللي هي days of the week قبل ايام الاسبوع. دائما بقول انا on Sunday on Friday on Monday on Tuesday on Thursday on. إذن on عرفنا الآن يا شيخ تركي on comes before ايش ايام الاسبوع. اوكي تركي كيف فهمتني فيها هاي on good. in الآن تعرف in تيجي قبل ايش in تيجي قبل المنث والييرز قبل الشهور والسنوات. بقول أنا in رمضان in January تمام in شعبان. الآن في السنوات in 1996 in 2012 in 14 فرضا 34. الآن إن في عندي شغلة ثانية بتيجي فيها بقول in the morning in the afternoon in the evening. شفنا إن مع مين تيجي يا صديقي؟ بظل علينا شغلة أخيرة في إن اللي هم اللي بنسميهم إحنا seasons الفصول الأربعة. in summer فرضا in winter هذا اللي هو الشتاء in autumn الخريف و in spring اللي هو الربيع. بظل عندي كلمة at أكيد أنت بتعرف at قبل التايم. بقول فرضا at 5 o'clock فرضا at 3:30 قبل 3:30 تمام. كمان بيجي عندي at night في الليل at the weekend اللي هي في عطلة نهاية الأسبوع مع الوقت. أحسنت. طب تركي خلينا نعمل اختبار صغير فيهم. هاي في عندك in on at يلا 7 o'clock شو بتاخذ تركي 7 o'clock حط لي in on at صح at the morning في الصباح the morning تركي in well done good يا تركي. Saturday يوم السبت Saturday on ممتازة تركي. Sunday evening مساء اللي هو Sunday Sunday evening صح يا تركي. بدنا بلشنا بSunday بتاخذ on Sunday evening صح. night في الليل night at night تركي انت رائع. September شهر سبتمبر شهر 9 ممتاز well done. ويك اندز عطلة نهاية الأسبوع، ويك اندز. at summer في فصل الصيف summer. in طيب the 20th century في القرن العشرين. in والله إنك برافو، والله برافو يا تركي، كلهم صح. إيش هذا يا أخي، إيش هذا، ما شاء الله عنك يا تركي، ما شاء الله عنك. عشان خلينا نسمع ونعمل تشيك على إجاباتنا يا تركي. Unit 8 Tape Script 8.1 Genes. Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first genes in 1873. هذا خربطه، هذا شفت البرنامج التركي، سوري. هاي به 1900 ومن 1900. طيب شكرا لكم، خلاص لعبة تركي. يعني أتمنى إن شاء الله أنك تكون قضيت وقت طيب. احنا الآن بدنا ننهي هذا المحاضرة، وإن شاء الله بكون ضايل عندنا المحاضرة القادمة. المحاضرة القادمة إن شاء الله I'll bring with me اختبار كامل نجاوبه مع بعض، ونشرح، يمكن نشرح لنا هيك درس أو اختبار بنجاوب كل إشي فيه مع بعض، reading و writing أو reading و grammar وكذا، وكأنك أنت في اختبار بإذن الله، وإن شاء الله راح يكون مفيد جدا إلك. حتى بإمكاني إني أحطه وأنت يعني تأخذ منه كوبي أو تنزله، أو بنشوف كيف إنه ممكن أنت تأخذ تستفيد منه إن شاء الله يا صديقي. فإذا any question عندك، سؤال أو إشي حابب قبل ما ننهي هذا اليوم، راح نشوف إن شاء الله. إحنا إذا أنا ما هو معنا يوم واحد، أنت الآن بنشوف بتحب بناخذ يونتات، بتحب ناخذ الاختبار، بناخذ الاختبار اللي بتشوفه مناسب ان شاء الله. نيجي يوم الخميس واخر يوم وبنشوف حسب ما انت بتحب، احنا بنعمل باذن الله، او بناخذ الجرامر فرضا من اليونتات بسرعه خلال فرضا ابو نص ساعه او كذا، وبعدين ناخذ الاختبار. بنشوف كيف ان شاء الله باذن الله. يوم الخميس بنقرر باذن الله انا وياك.